فوزوا بالرماية. الصحن اللي بروح عليكم. واليوم في جوائز قيمة وبدنا الكل يطلع مبسوط من هون. وأهلا وسهلا فيكم كمان مرة. كم الرامي عندك؟ مساء الخير، الله يعطيكم العافيه ويعطي العافيه للجمعيه الاردنيه لرياده الصيد بجهودها الفعاله لهيك النشاطات اللي بتعمل، وان شاء الله الى الامام ان شاء الله. واليوم الحمد لله شاركنا احنا اللهم صل على سيدنا محمد في الرمايه، والحمد لله الجولة الأولى جبت مركز أول، والجولة الثانية الحمد لله إن شاء الله لسه شغالين فيها بس إن شاء الله برضو مركز أول، والحمد لله الأمور إن شاء الله طيبة إن شاء الله، وإن شاء الله إلى الأمام إن شاء الله. يعطيك العافية. احنا كلنا عمل تطوعي، هاي اللجنة عم تكبر، اليوم اكبر جمعية بالاردن بالطالب بحقوق الصيادين. راح نكمل في مسابقات رماية بنشاطات رماية، واليوم كانت مسابقة فعلا اقوى من المسابقة اللي سويناها السنة الفاتت، وهذا بحضوركم انتم كلكم. بدنا نوزع الجوائز. شكرا لكم اعضاء اللجنة للجميع. اسمح لي بس احكي كلمة صغيرة قبل ما نبدا. انا بدي اتشكر الشرف. ايش اسمك؟ مصعب. اول مرة بيجي على هذه الرماية، اول مرة بيجي. واليوم كان ماسك هو النتائج من اولها لاخرها، هو تعب. بالمناسبة لو سمحتوا، انا موكل من رابطة لاعبين دوليين اني اعطي تكريم لرامي، شارك بأولمبياد اتلانتا وما اجى ياخذ الدرع تبعه، فانا صار له سنتين عندي بحتفظ فيه مشان اعطيه اياه، اللي هو محمد القاسم. لف بالعكس محمد. انا كنت مدربه في اتلانتا. انا بقول ليش محترف. كم بده وقت؟ الفائز الاول. لا انت جيب له. الفائز الاول جاهز. ايمن ابو سعد. الفائز الاول اخ ايمن. ايمن ابو سعد. الف مبروك. عندك أتر بهاي. ألف مبروك. ألف مبروك وعقبال باقيين الكل. ألف مبروك. ايمن عنده كلمه حابين فيها. بس حابب اتشكركم كلكم اول شيء، وبتشكر اخوي الدكتور زياد والاستاذ زهير الطرابيشي وحبيبنا الاستاذ محمد القاسم باسمه وباسمكم نقدم هاي لحبيبنا الاستاذ محمد.
هي كانت مش بس هاي الرشوة مش حكيتك علي؟ يلا شيل هذا سدوم كثير هذا 150 ليره جاهز التوجه من اللي الفاز كذلك مقدمة من أخونا المنتسب يتبرع فيها الأخ يوسف الأصمر وهذا شغله هو وأي حدا بده يوصي عند الأخ يوسف شغل من الأخ مشكورك يوسف أخ يوسف وينك؟ تفضل لك كمتطوع دائما لجمعيته شكرا كثير هاي لمين هاي؟ أحضر يا معلم أمين أمين العاصم صور معنا غريب بس الكل يطلع على كاميرتي أنا بقع الصورة خلصت هيك يا